بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خلصنا في ليكتشر 12 قلنا ان هي اخر ليكتشر في شابتر 2، ناخد ان شاء الله مع بعض النهارده شابتر 3 وهو بعنوان الديريفيتيفز، المشتقات او الاشتقاق. يعني هناخد الديريفيتيف بتاع كل فانكشن بتيجي ازاي، وهنحفظ شويه حاجات كده مع بعض واحنا شغالين ان شاء الله في كل ليكتشر. ولكن نفتكر مع بعض كده ان احنا خدنا يعني عايز اقول جزء صغير كده عن الديريفيتيف، وقلنا هو لو نفتكر مع بعض هو الليمت لما h approaches to 0 f of x plus h minus f of x over h، وخدنا عليه كذا example. ممكن نرجع لليكتشر 12 ونشوفهم وهنلاقي نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ولكن المرة دي بقى هناخد الديريفيتيف، ولكن الديريفيتيف دي كبيرة جدا، فاحنا هنقسم في كل ليكتشر حاجة منهم، وهي برضو بنفس التقسيمات بتاعة السيلبس بتاعنا والمنهج بتاعنا. هناخد في ليكتشر 13 derivatives of polynomial and exponential functions، هناخد ال derivative الاشتقاق او المشتقات دي باللغة العربية للدوال كثيرات الحدود او الدوال الأسية. طيب طبعا ده العنوان 3.1 هو derivative of polynomial and exponential functions. يعني ايه derivative؟ او ممكن نعبر عنها ازاي؟ ممكن نعبر عنها ان هي d over dx ل f of x، d over dx ل f of x يعني الاشتقاق بالنسبة ل x، d over dx يعني هشتق بالنسبة ل x. طب لو قلت d over dy هشتق بالنسبة ل y، d over dz هشتق بالنسبة ل z وهكذا. ممكن هي f برايم x، ال داش دي او الشرطة دي اسمها برايم، ممكن تكون f برايم x او f دوت x، ولكن الاكثر شهرة هي الثانية اللي هي f برايم x او y برايم او ايا كانت التسمية. طيب هنا عاملين جدول صغير كده هنلخص فيه اغلب الفانكشنز اللي موجوده هنا. لما الفانكشن تبقى اللي هي y بتساوي الديريفيتيف بتاعتها تبقى a. طيب لما الفانكشن y equal 7، y equal 7 ده كونستانت، الواي برايم بتاعتها بايه؟ بزيرو. يبقى لما اي فانكشن في الدنيا لما تبقى كونستانت الديريفيتيف بتاعها equal 0. وهنا مدين اكزامبل، لو الواي equal 1 over 9، 1 over 9 ده constant، 7 constant، 3 constant، ايا كان، هنا الديريفيتيف بتاعها equal 0. طيب لما يقول لي y equal x to the power n، الديريفيتيف بتاعها هو n بنزل الاس و x to the power n minus 1 بنزل الاس واطرح من الاس 1. طيب example لو y equal x power 7 هنزل الاس، لو 7 x اطرح من الاس 1، 7 minus 1 equal 6. تمام؟ طيب y equal c، c يعني constant f of x. طيب ال f prime بتاعتها او ال y prime او derivative هي c زي ما هي، مش هعمل فيها اي حاجة، f prime x. يعني ايه؟ يعني لو في constant نزل ال constant زي ما هو واعمل derivative للي جنبه. طيب هنا y equal 6 x squared، 6 constant تفضل زي ما هي، يلا نعمل derivative لده، ده x squared، x squared يعني x أس n، هنزل ال n، هنزل الاتنين، x to the power 2 minus 1 اللي هي equal 1 اللي هي x بس، ثالث 6 times 2 equal 12x. again كل اللي انا عملته قلت دي c constant يعني نزل زي ما هو، عملت derivative ل x squared صارت 2x. يعني كل اللي بتعمله بتنزل اس وتطرح من الاس 1، بسيطة جدا. طيب هنا بيقول لي لو y equal f of x plus or minus g of x، دالتين مجموعين او مطروحين، فكل اللي هعمله هعمل derivative الاولانية عادي جدا plus or minus التانية، مش هعرف حتى بينهم، هعمل derivative لكل واحدة لوحدها. y equal 4x squared plus 12x، دي 4 times 2x، هنا 4 constant، x squared 2 نزلت، x to the power 1 plus 12 ال x، نزل من هتطرح من الاس واحد، هتنزل الاس اللي هو واحد، تطرح من الاس واحد تبقى x اس 0، x اس 0 بواحد صارت 12. فهنا 4 times 2 equal 8 x plus 12. Great. طيب y equal e to the power ax، e to the power ax derivative بتاعها بيبقى تنزل زي ما هي، e to the power ax زي ما هي، ولكن
واضربها في ايه اللي هو الرقم اللي جنب اكس هنا ايا كان موجب او سالب. طيب هنا 2 times e to the power 3 to the power minus 3x. طيب هنا constant دايما بينزل ما بعملش حاجة، e يبقى تنزل زي ما هي، اول ما اشوف e انزلها زي ما هي، times اللي جنب الاكس minus 3 هنا صارت 2 times minus 3 equal minus 6 e to the power minus 3x. موضوع سهل. طيب y equal a to the power px، a to the power px هي هنا هتبقى تنزل زي ما هي برضو، وبرضو هضرب في الرقم اللي قدام الاكس اللي هو البي، ولكن هنا هضرب في لن الاي، لان الاي اللي هو لن الرقم ده. طب استنى كده، ايه الفرق بين دي ودي؟ اشمعنى لما كانت اي نزلت الاي زي ما هي وضربت في الرقم اللي هنا، ولكنك ما ضربتش في لن الاي؟ لا هقول لك، انا ضربت في لن الاي، لا فين ده، انا مش شايفه، هو اصلا اضرب كده في لن الاي. فاكرين لما احنا قلنا الاي واللن بيحبوا بعض دايما بيمشوا مع بعض كده، فانا لن الاي هو واحد، فهي القانون ده مشتق من ده، ولكن لن ايه هنا واحد فما بتتحطش. طيب هنا هعمل ايه؟ هنا هنزل زي ما هو تايمز اللي قدام الاكس 2 تايمز لن هنا الاساس اللي هو 3. وبكده نكون خلصنا شرح جزء الديريفيتيف وخدنا اكزامبل عليه. تعالوا بقى ناخد شويه تمرينات عليهم كده. هنا وبيقول لي فايند ذا فيرست ديريفيتيف، لما يقول لي فايند ذا فيرست ديريفيتيف يعني اعمل اشتقاق. لو قال لي فايند واي برايم اعمل اشتقاق، ديفرنشيت برضو اشتقاق، يعني ايا كانت الصيغه. طيب يبقى نفتكر نقول فايند ذا فيرست ديريفيتيف او ديفرنشيت او فايند y prime ايا كان. طب ال y equal 5 ده constant، great، يبقى y prime equal 0. وهنا دي polynomial وكذا واحدة مجموعين على بعض، طب واحدة واحدة y prime equal دي 2 times ها نزل الأس 4 اطرح من الأس 1 تبقى 3 plus 3 times نزل الأس اطرح من الأس 1 2 6 نزل الأس 2 اطرح من الأس 1 طارت 1 plus 0 اللي هي derivative 4 1. طيب يلا نبسط شوية، 2 times 4 equal 8 x to the power 3، 3 times 3 equal 9 x to the power 2 minus 6 times 2 equal 12 x. وكده نكون عملنا derivative سهلة جدا. الفكرة كلها ان انا بقى انزل اس واطرح من الاس واحد وبضرب في الكونستانت اللي جنبه. طيب هنا y equal x minus 2 times x plus 6. انا ما خدتش القاعدة بتاعت حاجتين مضروبين في بعض، لا انا ما اعرفش اعمل ايه. طيب اقدر اقول لك طب ما تيجي نفك الاقواس، يعني الx تتضرب هنا وهنا و minus 2 تتضرب هنا وهنا، يلا x times x هي x squared و x times 6 هي 6x minus 2 times x minus 2x minus 2 times 6 minus 12 y equal x squared plus 4x لأن عندي 6x minus 2x equal 4 minus 12. كده بقت سهلة على الصورة اللي أنا عارفها، أقدر أعمل لها derivative، يبقى y prime كل دي خلي بالك y من غير prime، لأن لحد دلوقتي لسه ما عملتش derivative، ده أنا كل ده بعمل simplification، بعمل بفك الاقواس، امتى احط البرايم؟ دي لما ابدا اطبق قواعد الديريفتيفز. طيب هنزل الاس اطرح من الاس 1 صار اكس بلس 4، هنزل الاس اللي هو 1 اطرح من الاس 1، 1 ماينس 1 ايكوال 0 اكس اس 0 1، وبكده دي تكون الديريفتيف بتاعتها. الموضوع حاسه بسيط جدا وسهل، لان احنا لسه ما دخلناش في الامثله الصعبه شويه، هنشوف الكلام ده. هنا y equal 7x to the power 3 دي سهله minus 15 over x power 6. انا ما خدتش ان الاكس تبقى في المقام، طب اعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه. فاكر لما قلنا زمان ان اي حاجه لما عاوز اطلعها من المقام
او انزلها للمقام، يعني اغير مكانها. لو هي في البسط تنزل مقام، وهي في المقام تطلع بسط، بعمل ايه؟ بغير اشارة الاس. بمعنى خلي بالك لسه واي برضو هي 7 اكس كيوب برضو ماينس 15، انا هطلع اكس تو ذا باور 6 فوق في البسط، هتصير اكس تو ذا باور ماينس 6. فهمت المعنى؟ انا لما يبقى عندي حاجه في المقام عايز اطلعها بسط، بخلي اسها سالب، ولو عندي حاجه في البسط عايز انزلها المقام، بخلي اسها سالب. بخلي اسها سالب يعني بعكس الاشاره بتاعتها، لو هي موجب تبقى سالب، لو هي سالب تبقى موجب يعني. طيب يلا بقى كده بقت على الصوره اللي احنا عارفينها، نجيب واي برايم 7 تايم 3، هنزل الاس، هطرح من الاس 1، 3 ماينس 1 ايكوال 2 ماينس 15 تايمز ماينس 6، نزلت الاس، اطرح من الاس 1 هو ماينس 6 ماينس 1 صح كده؟ great 7 تايمز 3 ايكوال 21 اكس سكوير ماينس تايمز ماينس بوزيتيف 15 ضرب 6. طيب نعملها بالكالكوليتر، انا عارف ان انتوا بتحبوا تعملوها دايما بالكالكوليتر، هي اصلا من غير الكالكوليتر هتطلع 90 يعني 15 في 6 عشان الناس تتأكد، تطلع فعلا 90 اكس تو ذا باور ماينس 7، لاني بطرح من الاس 1 هو اصلا كان ماينس 6 ماينس 6 ماينس 1 ايكوال ماينس 7. يبقى يلا مسألة حلوة اهي، نقول y ايكوال e to the power 3x، تنزل زي ما هي اتفقنا ال e تايمز 3 الرقم اللي قدام ال x ماينس ايه ده 2. طيب ال 2 دي كونستنت، انا مش زعلان اهي، ولكن هنا x to the power e، انا اعرف e to the power x، ايه ده انت عاكسها مقلوبة، شايف هنا هي e اس x ولكن هنا هي x اس e. ايه الحل هنا؟ انتوا عارفين دي خدعة. ليه تركة؟ تريك هنا ان الاي اصلا دي رقم، فاكرين لما قلنا شيفت اللين اللي هي الاي اي تو ذا باور 1 اللي هي اي، يعني شايفين الاي دي رقم 2.7 مش عارف كام. طيب معنى كده انه كانه بيقول لي اكس تو ذا باور 2 اكس تو ذا باور اي حاجه، يبقى انا هعمل ايه؟ هنزل الاي في اكس، هطرح من الاس 1 اللي هي اي ماينس 1، شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ يعني هو ضحك كان او كان عايز يضحك عليا باني اتلخبط وانزل دي زي ما هي وانزل الرقم ده، لا 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 لا، ده انت هنا بتقول لي اكس تو ذا باور اي، ف اي دي اصلا رقم، يبقى اكس تو ذا باور نمبر. خلاص قدرت انزل الرقم اللي هو الاي واطرح من الاس 1 وبكده اكون خلصت. برضو مساله زي دي، دي واي ايكوال اكس سكوير بلس 4 اكس بلس 3 اوفر روت الاكس، برضو انا ما خدتش طريقه ان انا اعمل ديريفيتيف لحاصل قسمه، الكلام ده لسه هنشوفه قدام على فكره، ولكن هنا مش محتاج، انا اقدر اتخلص من الجذر. ها لما كنا بنعوز او يعني نحاول نخلي الجذر على صوره اسيه يبقى اس نص صح، واحد على رتبه الجذر لما افتكر في الليكتشرز اللي فاتت، ولما عاوز اطلع الجذر ده فوق صح كده تبقى اكس سكويرد plus 4x plus 3 all times x to the power كام؟ half ولا minus half؟ بالظبط minus half، لانه كان في المقام ب half، يطلع past minus half، ابدا اضربه جوه اوزعه على كل دول، ضرب هنا وهنا وهنا، يبقى y equal x to the power 2، انا قلت في الضرب بعمل ايه في الاسس؟ بجمعها 2 minus 1 over 2 اللي هو 1.5 اللي هي 3 على 2 يعني، صارت x to the power 3 over 2 وهنا 4x to the power half plus 3x to the power 1 minus 1 over 2 minus half يعني. يلا derivative بقت سهلة، y prime بقى شايفين كل ده انا لسه ما عملتش prime، كل ده لسه ما عملتش derivative، عملت ايه؟ انا الاول خليت الجذر قص نص، بعد كده طلعته فوق قص ناقص نص، بعد كده ضربته جوه القوس، بعد كده هبدا اعمل دريفيتيف. يلا نزل التلاتة على الاتنين اكس، اطرح من التلاتة على الاتنين واحد، التلاتة على الاتنين دي اصلا اللي هي 1.5، هطرح منها واحد يصير نص فقط، بلس فور تايمز هاف اكس تو ذا باور ماينس هاف بلس 3 تايمز، نزل الاس، اطرح من الاس 1
ماينس هاف ماينس ون، يبقى صارت في النهاية y equal 3 over 2 x to the power half plus 4 times half equal to x to the power minus half minus لأن positive times minus equal minus 3 over 2 x to the power ناقص 1 ناقص نص، هي ناقص 3 على الاثنين. وبكده كون خلصت المسألة دي، مسألة ما فيهاش مشكلة خالص. الفكرة الوحيدة إن أنا خليت الروت إكس أس نص وطلعت فوق بإكس أس ناقص نص. طيب بصوا بقى اللي جاي ده، هو فيه جزء لسه هناخده قدام ولكني اتعمدت إن أنا أجيبه. إيه هو؟ شايفين المسألة دي ممكن أحلها إزاي؟ هنا ده كوس مرفوع الباور، أبسط طريقة إن أنا هفك الكوس، الأول تربيع 9 إكس سكويرد، الأخير تربيع كل 1، الأول في الثاني في 2 هي 6 إكس. بقت مسألة عادية خالص، y برايم إيكوال 18 إكس بلس 6، صح كده؟ ولكن في حاجة هناخدها قدام هتقول لنا إن أنا الديريفيتيف دي هعملها إزاي؟ هنزل الأس 2 تايمز الكوس كله، والأس هطرح منه واحد عادي جدا. ايه ده؟ يعني تقصد دي كأنها اكس سكويرد، هنزل الاثنين وهطرح منها واحد، ولكني هضرب في مشتقة مداخل القوس، في مشتقة مداخل القوس، كلام قلنا هناخده قدام ولكن تعمدت اقوله دلوقتي. يبقى y برايم ايكوال 2 تايمز 3 ايكوال 2 في 3 6، وهنا 3x بلس 1، يلا ندخل ال 6 جوه. y برايم 3 6 تايمز 3 ايكوال 18x بلس 6، وهو هو نفس الناتج. ولكن هنا بقى المسألة دي بدل ما نفك قوس التكعيب، عرفنا بقى هي ليه هتفيدنا، لأن بدل ما نفك القوس ده كان سهل عشان اكس سكوير قوس سكوير، ولكن ده قوس كيوب كان هيتعبني في فكه شوية. هنا أقدر أقول 3x بلس 1 all to the power 2 تايمز 3 y prime equal 3 times 3 equal 9 3x plus 1 all to the power 2. صعب الموضوع؟ خلاص انا بنزل الاس بتاع القوس، انزل القوس والاس ناقص واحد، اقدر اعمل اس واحد وهضرب في مشتقة ما بداخل القوس. طيب هنا بقى بصوا بقى المسألة دي فيها فكرة شوية. ايه بقى؟ بيقول لي y equal e to the power x plus 2 plus root to the root سادس، يعني الجذر السادس لx. طب اعمل ايه الاول قبل ما اشتغل خالص؟ اشيل اي روتس، انا طول ما عندي روتس انا مش عارف حل. هعمل ايه؟ هخلي دي x to the power 1 over 6، وان واحد على رتبة الجذر. طب جميل جدا، يبقى هنا y equal اول ما شفت e هي e x plus 2 تايمز تايمز كام؟ الرقم اللي مع اكس 2. غلط 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 غلط. ليه غلط؟ الرقم اللي مضروب في الاكس ليس المجموع عليه. يعني انا قلت لك اي اس 3 اكس تنزل 3، ولكن هنا اكس بلس 2 كاني مش هضرب في حاجه خالص، هضرب في واحد اللي هو الرقم اللي قدام اكس، كاني مش هضرب في حاجه. طيب هنا تبقى 1 اوفر 6، نزل الاس اكس 1 over 6 minus 1، اطرح نزل اس واطرح من اس 1. هنا ال y equal a اس x plus 2، وهنا 1 over 6 x. طبعا انا عايز تعمل بالكالكوليتر مفيش مشكلة، 1 over 6 minus 1 تطلع minus 5 over 6. كل اول ما تشوف جذر خلاص اتخلص من الجذر سهولة جدا، بانك واحد على رتبة الجذر. طيب عندنا example تاني. ايه ده؟ find the equation of the tangent and the normal for the curve. ايه ده؟ انا فاكر المسألة دي لما كنا بناخدها في lecture اللي فاتت، كنا بنقول ان انا y ناقص y1 على x ناقص x1 equal m. ايوه صح انا فاكر، والm دي كانت derivative للكيرف اللي انت مديهولي، وكنت بعوض ب f of x plus h minus f of x وبعد كده على h وعوض بالنقطة. قال لي لا، طب ثواني بس، مش انت عايز تقول لي ان m هي ال y prime عند النقطة دي؟ ولكن هنا انا اقدر اجيب ال y prime بسهولة جدا. يلا دي سهلة جدا، الاول 3
تايمز 4 اكس تو باور 3 ماينس جذر. الجذر ده فاكرين الجذر كنا بنعمل فيه ايه؟ كنا نخليه قص نص. تخيل ان ده كده بقى اكس قص نص، النص تنزل ماينس هاف اكس تو باور 1 اكس اس سالب نص. وفي ناس بتحفظك على طول، مفيش مشكله ما عنديش مشكله، ان الدريفيتيف لو واي ايكوال روت الاكس واي برايم هو مشتق الجذر هو 1/2 الجذر، مشتق جذر اكس هو 1/2 جذر اكس. وهنا برضو هو ده، هي دي على فكره. ازاي هي انك لو قلت هنا 12 اكس باور 3 ماينس هاف، لو عايز تخلي اكس اس سالب نص لو نزلتها في المقام هتبقى اكس اس نص، واكس اس نص هو روت الاكس، صح ولا غلط؟ قلنا الكلام ده. طيب دي طبعا 2 هنا كده، ولكن الميل هو لما بعوض بالنقطه، صح؟ يلا نعوض بالنقطه، شيل كل اكس وحط مكانها 1، يبقى دي 12 ماينس هاف ايكوال 11.5، 12 ناقص نص هي 11 ونص. جميل، خلاص الموضوع بقى سهل. y ماينس y1 هنا x ماينس x1 ايكوال m، ومنها y ماينس 2 over x ماينس 1 ايكوال 11.5. نضرب ضرب تصالبي تصير y ماينس 2 ايكوال 11.5 x ماينس 11.5 y equal 11.5 x minus plus minus 2 هتروح ب plus 2 plus 2 يعني هنا في 11.5 تصير ناقص 9.5. وهنا دي معادلة التانجنت. لكن هو مش عايز التانجنت بس، ده هو عايز الايكويشن اوف تانجنت اند نورمال. يعني انا لازم اجيب الايكويشن للنورمال كمان. لو تفتكروا الام للنورمال هو ماينس 1 على ام تانجنت، يعني كل اللي انا هعمله ان الام الجديده بتاعتي هتبقى ماينس 1 اوفر 11.5، ونفس المعادله واي ماينس واي 1 اكس ماينس اكس 1 ايكوال ام. ولكن الجديد هنا واي ماينس 2 عادي اكس ماينس 1 عادي، ولكن هنا الام هتبقى سالب 1 اوفر 11.5. ضرب تصالبي برضو هنا 11 ونص واي ماينس 11 ونص في 2 23 ايكوال ماينس اكس بلس 1، لان الماينس هيدخل على الاثنين. وهنا 11 ونص واي ايكوال ماينس اكس بلس 24، لان 23 هتروح بالموجب 23 واحد 24، يبقى واي ايكوال ماينس اكس اوفر 11.5 بلس 24 اوفر 11.5 5. وبكده نكون خلصنا مع بعض الليكتشر دي. اتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم، وان شاء الله في الليكتشر اللي جايه هنكمل باقي انواع الاشتقاق. القاكم في الحلقه القادمه او في الليكتشر القادمه ان شاء الله.